وهي الجالية المحددة لهذا المعسكر. فقام الثوار أو قام هؤلاء القبائل بالاستيلاء على هذا المعسكر لكي كما يقولوا يدرؤوا عن أنفسهم هذا الشر الكذب ما يصفه. يعني إيه تم الاستيلاء على المعسكر، ماذا عن الأفراد الموجودين فيه من الحرس الجمهوري؟ ماذا كان مصيرهم؟ بحسب من قابلناه من المقاتلين تم الاستيلاء على المعسكر. طبعا المعسكر هو معسكر يتبع الحرس الجمهوري لواء 63 حرس مدعم، وهو يمثل منطقة استراتيجية لحماية معسكر الصمع، وهو يقع على مشارف العاصمة. نعم، ماذا حل بأفراد المعسكر؟ هل استسلموا لكم؟ نعم. يعني هل هم في أسركم؟ هل انضموا إليكم؟ هل فروا؟ ما الذي حل بهم؟ معظم العساكر أو بعض العساكر فروا، والبعض تم إلقاء القبض عليهم أو تم أسرهم. وبحسب إفادات المقاتلين فإنهم هناك كثير من الأسرى، وتم استسلام معظم المواقع يعني بدون خسائر كبيرة، واستولى المقاتلون على الأساد الموجود في المعسكر. شكرا لك عبد الله.